اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. اخر خبرين معايا وان شاء الله استقبل ضيفي ونجم النادي الاهلي ونجم مصر ونجم كايزر سلاوترن والكثير من الانديه. هنتكلم معايا كابتن سمير كمونه عن النادي الاهلي وفرصه تاهل النادي الاهلي الى دور ال 16، ايضا هنتكلم مع كابتن سمير كمونه عن نادي الزمالك ورايه في هل سيستطيع نادي الزمالك التاهل، رايه ايضا في مباراه النهارده سموحه والفريق الكيني على الرغم من ان ما حدش شافها، ولكن خلينا برضو ناخد راي كابتن سمير كمونه في كل هذه المباريات. وزي ما حضراتكم عرفتوا ان الضلع الرابع في البطولات الافريقيه هو النادي المصري تاهل بسبب تجميد الاتحاد الدولي لاتحاد مالي، وبذلك تاهل النادي المصري الى دور ال 16.